يا اطفال تعالوا. تعال 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 ورا يلا طي ورا طي تعال تعال ضاقت الا فرجها الله، الله ما فرج عنا ما همنا وما غمنا وما نزل منا. هذه وقفه احتجاجيه ضد الروس وضد بلاد الغرب كلهم، كلهم بلاد الكفر، بلاد الكفر. وان شاء الله نحن تضامنا مع اخواتنا بحلب واقفين كل ساعه وكل دقيقه، وان شاء الله ارواحنا فداء اهل حلب، اهل دريا، واهل دريا ما تهجروا، ما تهجروا، بس طلعوا، بس كرامه مثل الام اللي اجت ام ثانيه بتاخذ ابنها. قالت له هذا ابني، لا ابني. اجى القاضي قال له تناسبه بالنص. الام الحقيقيه قالت لهم ايه، اما الام المزيفه قالت لهم، الام الحقيقيه قالت لهم لا خليه يعيش، ما بدي اياه بس خليه يعيش، اما الام المزيفه قالت لهم ايه هذا ما ابني، بس كرامه الله انه يعيش. واهل دريا والله طلعوا بشرف، وان شاء الله نحن صامدين هون، وان شاء الله لاخر ساعه بامانه. وهي الغوطه، الغوطه اللي عندنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة المسلمين ان شاء الله. يوم اذن في الشام في بلد يقول لها الغوطه، الغوطه الشرقيه التي يعيش اهلها تحت الردم والركام والقصف، ومستمرين ان شاء الله بهذه الثوره. ونحن ان شاء الله نقول لهم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمه عبد ابو طالب، يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري لن اتخلى عن هذا الدين. ونحن ان شاء الله لو وضعوا روسيا بايدي اليمين وايران بايدي اليسار وحزب الكلب هذا تحت قدمي هذا السيء هذا والله لن نتخلى. بشار الاسد خادم تحت شري، ما نتخلى عن الثوره ان شاء الله لاخر نطه بدمعنا.